السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جديد في قناتكم انفوتيك فان. في هذه الحلقة سوف أعطي لكم نصائح للناس الذين يريدون عمل تسويق لمنتجاتهم أو لخدماتهم عبر الإنترنت. شركة جوجل توفر اليوم لهذه الشريحة من الناس الذين يريدون عمل الخدمات عبر الإنترنت أو بيع منتجاتهم عبر الإنترنت خدمة جوجل ترندز. نقوم بالدخول على الأوفيشال ويب سايت ريسيت أوفيسيال كما صممنا trends.google.fr. يمكن تغيير اللغة من هنا لغة الويب سايت. الطريقة هنا إن شاء الله ستكون سهلة. فرنس باللغة الإنجليزية، ترجمة بالعربية هي الجديد أو تندونس فرنسي. للبحث إن كانت هذه الخدمة أو هذا المنتج لديه شريحة من الزبناء في العالم بأسره، سوف نقوم بالبحث هنا مثلا عن ايفون. نقوم بضغط على انتر. سوف نرى هنا وخلال 12 يوم ما هي تطور هذا المنتوج عبر العالم والطلبيات لهذا المنتوج. هنا اختار فرنسا لأن اختارنا اللغة الفرنسية. سوف نقوم بالضغط على فرنسا باختيار العالم بأسره وكذا. بعدها سوف نقوم بالهبوط إلى الأسفل ونرى ما هي البلدان التي تتصدر كلمة البحث على آيفون كما ترون هنا فيتنام، سنغافورة، غانا، إمارات، هونغ كونغ. يمكن البحث هنا بالضغط على التالي: تايوان، إتازوني، فيليبين، أستراليا، وهكذا إلى 65 منطقة. وتجد المنتجات التي توازيها إيربودز، وان بلس، كابتور، ايفون 10 وغير ذلك. مثلا نريد ان نعرف خدمة ما، مثلا خاصة باي كلود. اي كلود مثلا نقوم بالضغط هنا ونرى ما هي هذه البلدان والتي المناطق التي تبحث عن خدمة اي كلود. ودائما يرجع الى البلد فرنسا. سنقوم بالضغط على تولي بي لمعرفة طلب العالم في اسره. نقوم بالهبوط ونرى هنا فيتنام، غويام اوني، غانا، مكسيك، نوفل زيلاند وغير ذلك. نقوم بالبحث عن مثلا جولد، ذهب. مثلا نقوم بتغيير فرنسا بالعالم. المسارون والطلب في أستراليا أكثر منه بالإمارات، بعدها في مرحلة الثالثة قطر، ميانمار، باكستان وغير ذلك من البلدان التي لديها طلب بالنسبة للذهب. سوف نقوم بالبحث عن فير، حديد،
ويمكنكم بالطبع تغيير اللغة. سوف نقوم بالبحث عن حديد باللغة العربية. حديد، نقوم بالدخول. بالطبع هنا في فرنسا سوف نقوم بالبحث عبر العالم، ونقوم بالذهاب إلى الأسفل. كما ترون بالنسبة للحديد فهناك طلب في مصر، سوريا، جورداني، ليبي، السودان. كما ترون إذا فإذا أردتم عمل تصدير منتوج ما أو خدمة ما، أنصحكم بالدخول على سيت جوجل ترندز للقيام ببحثكم ومعرفة إن كانت منطقتكم، إذا كنتم تودون في العمل في البلد المقيم أو البلد المحلي، أو أردتم إصدار أو تصدير عفوا تصدير الخدمة أو تصدير المنتج إلى بلد ما. أتمنى أن هذا الفيديو قد لقى إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك لقناتكم انفو تيك فان، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة.